مشروع مناسب للشباب، اللي بيقول انا مش لاقي شغل، اللي بيقول انا ما عنديش راس مال. مشروع هو ومجرد راس ماله يكاد يكون مجاني. والسماد البلدي او السماد العضوي هو مشهور في مصر باسم السماد البلدي، او اسمه السماد العضوي هو روس الحيوانات او فضلات الحيوانات. طيب هنشوف بنلاقيه فين؟ بنلاقيه على جوانب الطرق الزراعيه، بنلبس جوانتي وبناخد جاروف وحاجه نعبي فيها، واهو بصوا الشكل اهو. اخصب وامن سماد للنبات وتكلفته مجانية. عبينا شوال، عبي الكمية اللي انت محتاجها عشان تصنع السماد. خليكوا معانا عشان هشوف هنعمل بيه اختراع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي كل مشاهدي قناة ثري بري داي. حلقة النهاردة هي الحلقة الثانية في سلسلة مشاريع للشباب دون راس مال. الحلقة اللي فاتت قدمنا فيها ازاي تصنع اخصب تربة في العالم. النهاردة بنقدم ازاي تصنع سماد طبيعي 100%، وهو سماد يعني يستخدمه الفلاحين منذ الاف السنين، ولكن احنا كل اللي هنعمله ان احنا هنعدل شكله، هنعدل عناصره، وهنستخدمه بشكل آمل، وهنخرجه بشكل جميل وجديد بأبسط الأدوات اللي ممكن تكون عندنا. خليكم معانا. أوراق النبات الميتة، بعض الناس بتكره بعض الأشجار لأنها بتوقع أوراق في الحديقة بتاعتها وبتطلق عليها إنها وسخ. بصراحة يا جماعة ده كنز، وهنشوف هنستخدمه إزاي. بنجمع في يعني جردل زي ده أو برميل كبير على حسب الكمية اللي أنت محتاجها، وعلى حسب ما إن كنت هتعمل مشروع ضاعف الكميات. أي دي بعد ما بتتجمع بالشكل ده بنحط عليها جزء من السماد البلدي اللي احنا جمعناه وهو خام كده، وبنغطيها بطبقة من التراب بس، وبنسيبها من شهرين الى ثلاث شهور بتتحول الى كومبوست. اهو بصوا، طبعا يبدو لبعض الناس ان ده احتمال يكون محطوط عليه تراب او تربة، ده مش محطوط عليه اي تربة، ده النباتات اوراق النباتات بعد ما تحولت الى كومبوست. ده شوال السماد البلدي اللي احنا جبناه من على شاطئ الترعة، بنفرده في اي حاجة كده في الشمس لمدة اسبوع وبنقلبه يوميا، وبسكينة زي السكينة اللي في ايدينا دي بنبدأ نكسر اي تجمعات فيه واي كتل، وبنبدأ نقلبه يوميا علشان خاطر الشمس تقتل الميكروبات اللي فيه. وهنكمل على قتل الميكروبات دي بعملية التخمير، وهنشوف ازاي. بنجيب منخل وبعد كده بناخد السماد وبننخله علشان خاطر يطلع كده في شكل دقيق او كأنه دقيق، عشان اللي هنستخدمه فيه دلوقتي ما ينفعش فيه التكتلات، ما ينفعش فيه وجود زلطة صغيرة. بنجيب حاجة نشتغل فيها زي جردل مثلا، وادي السماد البلدي اللي احنا لسه ناخلينه في المنخل حالا، وده تربة طينية عادي. بصوا هنعمل ايه، هنبدأ نحط تلت الجردل ده من التربة. السماد البلدي بنبدأ نحط كمية تلت الجردل السماد البلدي، بنملى التلت الباقي بالتربة بحيث ان السماد البلدي يبقى في النص، تحتيه تربة وفوقيه تربة، ويتغطى تماما. ومرة كل أسبوع بنبدأ نرش مية على وش المكون ده بحيث إن احنا نعمل تخمر للسماد البلدي. الفترة اللي بيستغرقها مفيش، هو السماد البلدي ده سريع جدا سريع جدا التحلل، هي مجرد من شهر لشهر ونص هتبقى فترة كافية جدا.
بعد شهر ونص بنجيب الخليط اللي احنا مزجناه ده الهيوميك. الهيوميك ده بصراحة ساحر. الهيوميك ده مادة طبيعية مش مادة مصنعة. الهيوميك فايدته انه بيسر امتصاص العناصر اللي موجودة في التربة للنبات. بنحط الكمية بالتقريب لانه حاجة طبيعية فما تقلقش منها، حوالي 3 معالق كبيرة على الجردل ده. وبنقلب كويس. وبناخد بقى الخليط الرباعي اللي احنا عملناه ده وفي مفرمة منزلية عادية وبنبدأ نحطها كده. لو لقيت العجينة أو الخلطة دي ناشفة شوية تحت إيديك فممكن نبللها بس بشوية مية صغيرين. بنعمل الكمية اللي احنا عايزينها وبعد كده بناخد ده على الشمس، نسيبه في الشمس مجرد يوم واحد. يلا بينا. بعد يوم ده بيبقى شكل المنتج اللي طلع. هنعبيه في اكياس، هنعبيه في شكاير، وهنبيعه بالسعر اللي مناسب للمنطقه بتاعتك. اصنع وعبي في شكاير الاوزان اللي تناسبك. مشروع بصراحة راس ماله يكاد يكون صفر. بيستخدم كسماد يوضع مباشرة على سطح التربة. انا بستخدم السماد ده لنباتاتي وبسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين النباتات في تزايد، نادرا ما بتموت عندي نبات. الكلانشو المزهر بيطلع ازهار ومش كده وبس، الكلانشي المزهر بيزهر بمنتهى السهولة عند ناس كتيرة، لكن حجم الورقة نفسه وريتكم قد إيه. الورقة ذات نفسها مغطية حوالي 4 صوابع، يعني أنا مش متخيل الحجم ده ممكن يوصل بالشكل ده إزاي من غير سماد. مشروع مناسب للشباب اللي بيقول أنا مش لاقي شغل، اللي بيقول أنا ما عنديش راس مال. مشروع هو ومجرد راس ماله يكاد يكون مجاني، عبارة عن الكومبوست أو ورق الأشجار المتساقطة اللي بعض الناس مستعدة تدفع لك فلوس عشان تشيلها، وكمان السماد العضوي اللي هو روث الأبقار، روث الأغنام، روث الدجاج والطيور، مفيدة وتنفع للمشروع اللي أنا بقول عليه ده، ما عدا الفضلات بتاعة الكائنات اللي بتاكل اللحم زي القطط والكلاب ممنوعة تماما. يا رب الفكرة بتاعت النهاردة تعجبكم علشان نعمل لايك وسبسكرايب وشير عشان نقدر ننتشر وتقدروا تشوفونا مرة تانية. شكرا لكم حبايبي، اللهم إني أسألك التوفيق. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.